يبدو أن أحدا لا يبالي بانهيار الكيان، والأسوأ أن هذا الانهيار يترافق مع محاولات أغراب الداخل تغيير وجه لبنان الليبرالي الديمقراطي الحضاري الحر المستقل، ملتقى الحضارات والأديان، مستشفى العرب، وجعله أرضا محروقة للولي الفقيه ونموذجا للممانعة المزعومة التي تخدم مصالح إيران ومحورها الذي يمعن في قتل شعبه وإزلاله من أجل شعارات الذل والاستكبار والعداء للغرب. وللأسف هناك البعض في لبنان لا يزال يؤمن بهذه النغمة القديمة التي أوصلتنا إلى ضياع الكيان وحتى الهوية إذا أكملنا نزولا نحو الهوية. نحن اليوم في رحلة البحث عن كل شيء. هذا هو الوضع في لبنان. نبحث عن الاستقرار، عن الازدهار، عن الدولة، عن قانون، عن دستور، عن قرار مستقل، عن سيادة، عن ولاء لبناني. نبحث عن لقمة العيش، عن الدواء، عن الودائع في المصارف. نبحث في كيفية وقف ذل المواطن وانتهاك كرامته يوميا. نبحث ولا نجد سوى من يبيع الأوهام فيشتريها البعض. كل هذه المحاور وملفات داخلية نناقشها اليوم في حلقة مانشيت المساء مع النائب السابق الدكتور صديق فارس سعيد. دكتور سعيد أهلا وسهلا فيك، ضيف محبب بصوت لبنان. أهلا فيك مروان قدوم، صديق ورفيق الله يخليك. الله يخليك دكتور سعيد، وكنت زغطور كتير بال2005 بالخيام أنت وبيير جميل. كان الوضع أحسن بس كبرنا والوضع أسوأ بكتير. ايه يعني صار مارق قديش؟ صار مارق 16 سنة. نعم. شو كان عمرك وقتها؟ كان عمري تقريبا شي 25 سنة. 24 سنة. صح. انت وبيير ومجموعة واسعة من الشباب، كان سامي جميل اصغر منكم. صحيح. الله يرحمه. وبقيتوا 70 يوم بالخيام. 70 يوم. صح. 70 يوم بالخيام بال2005. انت من الناس اللي انا ما بس انا فليت قبل 7 ايار. قبل 7؟ ايه طبعا. فليت قبل 7 ايار لانه يمكن كنت كان يمكن على صغري كان عندي شوية بعد نظر. دكتور سعيد يعني سنبدأ بالملف يعني الاحب على قلبك ولكن اللي هو بالطبع مرير، هوية لبنان. هذا النموذج استطعنا ان نحدد هذا النموذج بالرغم من كل المصاعب التي مرت بسنة 1914 والمجاعة التي مرأت على جبل لبنان، ولكن استطاع اللبناني بال1920 أن يحدد هذا الكيان. بال1943 هذا الكيان استقل. بال1975 استشهد من استشهد للدفاع عن هذا الكيان وبقيت الهوية، ولكن اليوم يبدو أن سقوط الكيان وسقوط الهوية. هل سقط لبنان فعلا؟ بداية بدي أقول مروان لكل المستمعين بأنه هذا البلد أكبر بكثير من أنه يسقط، ولكن في محاولة جدية لإسقاطه ولابتلاعه ولتغيير هويته ولتغيير أيضا توجهه. بما أنك رجعت لورا ببداية القرن الماضي مع انهيار الإمبراطورية الإسبانية وبداية الانتداب الفرنسي والبريطاني على المنطقة، حاولت الثورة العربية بزعامة فيصل أن تضم لبنان إلى كيان أكبر. وقفت الكنيسة المارونية آنذاك وطالبت بلبنان الكبير وانتزعت يعني كيان مستقل عن الإطار الأوسع اللي كان سوريا وطبعا كل العالم العربي. بمرحلة الاندفاع الناصرية حاول يعني هذه الاندفاع بأن يكون ب58 بأن يكون هناك أيضا يعني أمة واحدة ذات رسالة واحدة، بفضل طبعا وعي جمال عبد الناصر للتركيب اللبناني وبفضل فؤاد شهاب وقتها عملت خيمة نصها بلبنان ونصها بسوريا ونوضع حدود لهذه الاندفاع. حافظ الأسد بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات حكي عن شعب واحد في بلدين، وقف شعب اللبناني كان بالحرب الأهلية أو بعد الحرب الأهلية وب14 أذار انتزعنا الاستقلال. اليوم لأول مرة من 100 سنة لليوم ما بقى في حدود بين لبنان وسوريا وبين سوريا والعراق وبين العراق وإيران. يعني في رماني بتنزرع بإيران بتمرق بدون حدود، توصل على القصير أو على طفيل بتتعبى كبتاغون
وبتنبعت وكأنها المنشأ تبعها لبناني إلى المملكة العربية السعودية، وبتخرب علاقة لبنان بالخليج، علاقة لبنان بالعالم العربي، علاقة لبنان بالعالم. ما صار من 100 سنة لليوم يلي عم بيصير هذا اليوم، هذا اللي كنا عم نقوله، ما صار يعني ولا أي اندفاع، لا الاندفاع الثورة العربية ولا اندفاع الناصرية ولا اندفاع البعثية قدرت تبتلع لبنان مثل ما عم بتحاول اليوم هذه الاندفاع الإيرانية إنها تجعل من أربع بلدان مساحة واحدة. وإذا بتلاحظ مروان إنه بإيران وبالعراق وبسوريا وبلبنان الحالة واحدة، جيش ضعيف يتساكن مع ميليشيات قوية، الحرس الثوري بإيران، الحشد الشعبي بالعراق، طبعا ميليشيات متعددة بسوريا، وفي طبعا حزب الله بلبنان، حتى الحوثي باليمن وحماس بغزة، الحوثي باليمن وحتى حماس بغزة. بهالأربع بلدان في انهيار للعملة الوطنية تجاه العملة الأجنبية، بهالأربع بلدان في عزلة عربية، بهالأربع بلدان في عزلة دولية، بهالأربع بلدان شعوب هذه البلاد هي شعوب أسيرة للتفاوض المرتقب بين الولايات المتحدة من جهة وبين إيران من جهة أخرى. بهالمرحلة هذه اللي هي مرحلة انتقالية عم نعاني مثلنا مثل كل شعوب المنطقة. دكتور سعد، نحن بنفوت شوي على خصوصية لبنان، وأنا بعرف أنه يعني بهذا الملف اليوم حضرتك مطلع وحاسس وعايش مع الناس بموضوع مثلا المصارف، بموضوع المستشفيات، بموضوع المدارس الكاثوليكية أو القطاع الخاص التعليمي، بموضوع الجامعات. يعني لماذا تعتقد بأن حزب الله يتمنى أن يعني تنهار هذه المنظومة المالية الحضارية الثقافية التي كونت لبنان من 100 سنة حتى اليوم، والتي بنتها الطبقة الوسطى اللبنانية وبدأت فيها من أيام دود الأز والحرير والدخان، عملت هالبرجوازية اللبنانية اللي تشكلت بجبل لبنان وتفاعلت مع الإرساليات الأجنبية، تعملت هيدا الكيان اليوم ليش حابب يسقطها؟ بداية اللي عم بتقوله صحيح بموضوع انه اللي سقط اكتر شيء بلبنان وهذا اخطر شيء حتى بالحرب الاهلية ما صارت، هي سقوط الطبقة الوسطى. وهذه الطبقة الوسطى ما انبنت بقرار، هيدي انبنت من 140-150 سنة بتعب. يعني قديش في امات ناموا بدون عشاء مشان يعلموا ولادهم بعنتورة، قديش في ناس باعوا اراضي مشان يعلموا ولادهم بالفرير ماريست وباليسوعية ويتحكموا. الجمهورية اللبنانية منذ بدايتها يعني كانت مكان أو مساحة طلع منها ضباط، طلع منها قضاة، طلع أساتذة مدرسي، طلع أساتذة جامعيين. المصارف، القانون سرية المصارف بالعام 56، طبقة الوسطى قعدت 100 سنة حتى تبنى بلبنان، اليوم انهارت. الفقير 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 وضعه بعده مثل ما هو، يعني قبل الأزمة وبعد الأزمة الوضع هو ذاته، والغني طلع مصرياته لبرا. يلي أكتر شيء انهار ويلي أكتر شيء أكله بهذه المرحلة هي الطبقة الوسطى. هلأ في نظرة للحزب للبنان برأيي أنا نظرة يعني خاطئة جدا وبدأ تتكرر يعني مع كل زمن. نظر إلى المرحلة يلي امتدت من 20-75 وعمليا من 43-75 بأنه زمن المارونية السياسية، انه انعمل قانون سرية المصارف بعهد كمين شمعون من قبل نائب اسمه ريمون ادي ومع وزير مال اسمه جورج كرم انذاك. شو كانت الفكرة؟ انه وقت الاقتصاد العالم العربي رايح باتجاه الاقتصاد الموجه على نموذج الاتحاد السوفيتي، هذا الرأس المال العربي اللي عم بيهرب من العراق، بده يجي على لبنان، سوريا اللي عم بيهرب من مصر بيجي على لبنان، وفعلا اجى على لبنان وانبنى من خلال قانون سرية المصارف، يعني ساهم ببناء هذا القطاع المصرفي يلي تطور إلى حد أنه حصلت لبنان سويسرا الشرق وصار لبنان. من بعدها، من بعد الحرب الأهلية، حكى بزمن السنية السياسية، أنه إجا رفيق الحريري من خلال علاقاته العربية والدولية ومن خلال موقعه كرجل أعمال لبناني، علاقاته بالمملكة العربية السعودية كانت علاقات مميزة مع نهضة الخليج العربي مع النفط، حاول يعني أعطى انطباع بأنه بنيت الدولة على قياس طائفة من الطوائف اللبنانية اللي هي سنية سياسية، واللي هي يعني عملت إذا بدك شيء من الحسد عند الطوائف الأخرى، نظروا له أيضا بعين الحسد. ولكن
ما تدمر الاقتصاد اللبناني بعهد السنية السيسي، بل بالعكس تحافظ على قطاع المصرف اللبناني، تحافظ على قطاع الصيرفي اللبناني. أنا بإحدى، إحنا ما كنا مع رفيق الحريري أصحاب كتير إلا بآخر مرحلة بين 2004 و 2005، يعني بين التمديد بموضوع السيادة قربكم. إيه بقى مرة قال لي شغلي، ويعني بدي اترحم رئيس عليه الحريري. رئيس الحريري بدي اترحم عليه، لأنه لو بعضه طيب كان يمكن كان زعل أكثر مما نحن زعلانين. قال لي نحن بنختلف، نحن وياكم مواردة على كتير أمور، بس في شغلتين أنتم مؤتمنين عليها: استقلال البلد والاقتصاد الحر. إذا بيشوف إنه جزء منا نحن ساهم بضرب استقلال البلد وبضرب الاقتصاد الحر بيكون فعلا كتير زعلان. ويمكن هالطبقة الوسطى اللي حكيت عنها دكتور فارس كانت يوم من الأيام رافعة لعهد الرئيس عون، أو لفكرة الرئيس عون ككل وفكرة التيار الوطني الحر. هالطبقة الوسطى يمكن قاصصت اليمين المسيحي يوما ما، وكانت هي الرافعة للتيار الوطني الحر. تمام. بس اليوم رجعت بعد أنه خلصت القصة. تمام، بس هلأ خليني أرجع أكمل أنه نعم. بهذا الزمن في فكرة على أنه نحن ضحينا في مواجهة العدو الإسرائيلي، نحن ضحينا في مواجهة الإرهاب الإسلامي، نحن عنا رافعة إقليمية اسمها إيران، بنربح مع إيران ونخسر مع إيران. هيدا الزمن زمن إيران بالمنطقة، يعني عم بتفاوض مع الولايات المتحدة يلي امتدت نفوذها على 4-5 دول عربية، وبالتالي إجت اللحظة المناسبة نحن نحصد النتائج. إذا الموارنة أخذوا جزء من الاقتصاد والمال والمصارف والصيرفي والمستشفى والجامعة لمرحلة، وإذا السنة مع رفيق الحريري ظنوا بأنهم كمان كانوا بمرحلة، طب نحن شو بنا أنه اليوم نرجع نركب على مرحلة؟ وبالتالي انهيار القطاع المصرفي اليوم بلبنان، انهيار القطاع الصيرفي اليوم بلبنان، هو انتقال عمليا الملكية هذه القطاعات من إيد إلى إيد، وانتقال النفوذ المالي والاقتصادي مع انتقال النفوذ السياسي. وقت بينتقل النفوذ السياسي من إيد لإيد بينتقل معه أيضا النظام المصرفي، النظام الاقتصادي والنظام المالي. وقال شو بفسر أنا يلي عم بيصير اليوم مع شركات الصيرفي؟ كيف بفسر شو عم بيصير اليوم مع شركات نقل الأموال بداخل لبنان والمصارف ككل يعني. والمصارف ككل، وهذا الاستهداف الممنهج بأنه من أبلس المصارف يرتاح البلد. طيب أوكي، حطيناهم كلهم بالحبس وبعدين يعني شو بيصير؟ ما أنا عندي حق عند هذا المصرف، أنا حاطت جنى مالي عند هذا المصرف، إذا بحطه بالحبس شو بيطلع لي؟ بدي ضلني خليه تضل رابط نزاع أنا وياه تقدر أخذ مصريات نهار من الأيام. بعدين في موضوع دكتور سعاد، يعني إذا بتتذكروا حضرتك اليوم الطبقة السياسية عندها مسؤولية كتير كبيرة بموضوع الاستدانة من المصارف وإجبار المصارف على تدين الدولة. إذا بتتذكر وقت عملنا بجبال كلنا ضمننا مع دكتور فرانسوا باسيل، إذا أنت تتذكر الموضوع وتشك عليه المجلس النواب صيف 2013 صيف 2013 وقت اللي قرر أنه ما بده بقى يدفع سندات خزيني أو أنه ما بده يحط سندات خزيني، وقامت القيامة عليه. بس حط هيدي على جنب، هيدي سياسي بيقرروها يعني الاختصاصيين بهذا الموضوع. صحيح. أنا عم براقب، وطبعا ما عم بحكي من باب طائفي، أنا عم بقول عم بينتقل مركز النفوذ من مكان إلى مكان، عم بيتغير وجه لبنان. هناك من يحاول أن يقول بأنه تحول إلى طائفي مميز، ولأنه الطائفي المميز له حق أنه يحط إيده على المكتسبات، وله حق أنه يطلع بكل ما بني من 100 سنة لليوم بعين القلق، وأنه يحاكمه: أنتوا الحرامية، أنتوا الزعران، أنتوا اللي نهبتوا، أنتوا اللي سرقتوا، وبالتالي تعالوا نغير هذا الموضوع. من إيدي لو بتروح على إيد الطبقة الوسطى اللي بيمثلها الجنرال عون، مش حال سيدي رايحة على محل جديد بالبلد، وبده يخلق برجوازية وسطية جديدة بالبلد وبرجوازية كبيرة جديدة بالبلد، بل تتكتل حولها كل الطوائف الأخرى وكل مراكز النفوذ. طب إذا أنا اليوم كسياسي شفت أنه مركز النفوذ بالبلد اسمه حزب الله، إذا بدي أعمل نايب ووزير ورئيس جمهورية بدي روح لعنده أنه بالأربعينات كان في، وإذا رحت لعنده يعني أنا بار كونسيكونس صرت بإيران. تمام، يعني أنا بدي حط كل قناعاتي وكل ما يعني أنت ابن جبيل وأنا ابن جبيل. طب إنه شو دخلك وفي 10,000 صوت شيعي ببلاد جبيل، مزبوط ولا لا؟ صحيح. بكفي إنه أي مرشح بغض النظر عن عون والقوات والكتائب وكل الأحزاب الكبرى، أي مرشح مسيحي بيقول جملتين إنه هيدا سلاح المقاومة وموضوع فوق وطني
وخلينا ننتظر تينحل بالمنطقة من حله بلبنان من هلأ لوقتها بياخد كل الأصوات. طب بياخد ما قلنا ما بياخد 2000 صوت صحيح. هذه قصة صارت معروفة بقى. لا بس ما قلتش دكتور سعيد انت. لا ما رح أقولها لأنه أنا ما عندي هالقناعة أني أقولها، ولأنه أنا بالعكس أنا من الناس اللي بيعتبروا بأنه في كانت محاولة بالعام 2018 أن يتسلل مرشح لحزب الله في منطقة اسمها جبيل وكسروان، وأن يكون مقعد لحزب الله في جبيل وكسروان، وحاولوا أن يفوتوا من خلال أيضا تحالف مع عائلات عريقة بالمنطقة. صحيح. ولو حصلت ولو صار في نائب من حزب الله أكد لك أنه بضيعتك وبضيعتي وبكل مدن جبيل وكسروان كانوا نحط له فوتوي أحمر قدام بالكنيسة وقعد أول صف، واللي بده يفوت البنت على الأمن الدولي والصبي على الأمن العام ويلي بده كاميون زفت كان كله صار عنده يعني. وبالتالي لا، المعركة انخاضت كما يجب أن تخاض إلى جانب الكتائب أنذاك من أجل أن لا يكون هناك تسلل لمرشح حزب الله في هذه المنطقة. وأنا برأيي هذه من المناطق يلي ما بيسوى أنه نحن نكون عم نغض النظر على الواقع العقاري اللي عم يحصل فيها والواقع السياسي اللي حاولوا انهم ايضا يفرضوه بال2018. دكتور سعد، يعني انت يعني بالرغم من المحاولة اللي حكينا عنها لا تدمير الطبقة الوسطى وتغيير وجه لبنان، هل انت مطمئن انه مرحلة وتزول؟ طبعا يعني اوعى حدا يفكر انه هذا البلد حدا بيقدر يبتلعه. مروان وقت اللي استشهد كمال جنبلاط ما ربحوا المسيحيين، وقت اللي استشهد بشير جميل ما ربحت الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، وقت اللي ربح 14 أدار وخرج الجيش السوري من لبنان ما ربحنا بالانتصار السياسي، وقت اللي اليوم 8 أدار عم بيحاول يقول انه أنا اللي حاكم البلد بأمر الله لأنه عندي القدرات، هذا البلد القوة تبع كل طائفة وكل حزب توقف عند حدود الطوائف الأخرى، هذا بلد ما حدا قادر انه يحكمه انه يفرض وجهة نظره عليه. دكتور سعيد، ننتقل إلى محور تاني، زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان جان إيف لودريان، هل كانت المحاولة الأخيرة وكيف تقرأ لقاء الساعتين في قصة الصنوبر مع المجموعات المعارضة التغييرية ومنهم رئيس حزب الكتائب نائب سامي جميل؟ اليوم شفنا شيف القيادات اللبنانية من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب للرئيس المكلف حوالي نص ساعة نص ساعة، وأمضى وقت حوالي الساعتين مع المجموعات. هون هذه رسالة واضحة للطبقة السياسية التقليدية، ورسالة واضحة للمنصات والأطر الجديدة والشابة للتشجيع وللسير قدمها. لكن قبل هيدا بتصور أنه لودريان وفرنسا ويمكن أيضا بعض دوائر القرار العربية والغربية عم يتعاملوا معنا أنه نحن مستأجرين أرض اسمها لبنان بيملكها إيران بالسياسة، ليش يحكوا معنا؟ بيحكوا مع الإيرانيين. حتى المبادرة الفرنسية بيّنت يعني من وقت المرفق لليوم بأنه الهم الأساسي كان اللي فيها هو محاولة الدخول عبر المأساة اللبنانية إلى منطقة الشرق الأوسط اللي عم يعاد ترتيبها اليوم بشكل أساسي على كل الصعد. يعني اليوم بهذه اللحظة أنت من أصحاب هالنظرية دكتور سعد أنه ماكرون مجيئه إلى لبنان عوم الطبقة السياسية بلحظة ضعف لإله؟ ما كان قصده يعوم الطبقة السياسية بقدر ما كان قصده يبعث رسالة لإيران بأنه هو من خلال دخوله عبر المأساة اللبنانية بيقدر يلعب دور الوسيط كفرنسا وكأوروبا بين الولايات المتحدة من جهة وبين إيران من جهة تانية. في كتير ناس كانوا عم بيراهنوا على أنه ما رح يجي أنه ما رح يسقط دونالد ترامب. صحيح. وبالتالي كان يعني العلاقات الإيرانية الأمريكية رايحة إلى مزيد من التردي من التأزم أو إلى اتفاق سريع بين ترامب وبين الإيرانيين، ولكن وفقا للشروط اللي كان عم يفرضها دونالد ترامب. ماكرون من الرؤساء المحترمين بأوروبا، مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع انكفاء ألمانيا عن السياسة الخارجية، برز ماكرون وكأنه هو يحدد سياسة خارجية تبع الاتحاد الأوروبي، ودخل من خلال المأساة اللبنانية بأربعة آب لمحاولة الدخول أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لاعب أوروبي مثل اللاعبين الكبار اللي هني روسيا الولايات المتحدة، وطبعا اللاعبين الإقليميين اللي هي إسرائيل إيران تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر بالتأكيد. صح. هلأ بهذا المشهد برأيي أنا فشلت فرنسا، يعني بهذا المشهد ما قدرت فرنسا أن تكون لاعب
من خلال المسرح اللبناني. وطبعا يعني بعثت رسائل إلى إيران من خلال لبنان، ورسائل عديدة منها حتى بالشكل، يعني العلاقة اللي انبنيت بالصورة على الأقل بين الرئيس باكرون وبين النائب محمد رعد بقصر الصنوبر بستة آب أو بسبعة آب من بعد يومين من انفجار المرفأ، بيتذكروها جميع اللبنانيين. هلأ المشهد اللي صار مبارح أنه الطبقة السياسية التقليدية اللي اجتمعت مع الرئيس باكرون اتقاصصت من قبل فرنسا وانبعت لها رسالة بأنه ما بقى في ثقة فيكي، وفي طبقة سياسية أنا بسميها شابة، هي منصات جديدة عم تتشجع. ولكن تما نروح نحن كمان بالوهم، لا القديم زال لأنه ما شاف رودريان، ولا جديد رح يستلم بكرة التف السياسي بالبلد والسلطة السياسية بالبلد بمجرد أنه رودريان عم بيشجع. ولكن أقل له شهادة يعني حسن سلوك وحسن أداء لحكم البلد. طبعا لا لا، وبعدين هي رسالة سياسية واضحة من قبل الفرنسيين بأن الفرنسيين ينظرون إلى هذه الحالة بعين الأمل وليس بعين القلق كما ينظرون إلى الحالة القديمة. دكتور سعيد، تعتبر هي يعني المحاولة الأخيرة لفرنسا في لبنان؟ فرنسا موجودة بلبنان، موجودة بالعالم العربي عبر مصالح كبيرة، بتصور أنه في زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان إلى باريس، أو ربما زيارة أيضا للرئيس باكرون إلى المملكة العربية السعودية. وبالتالي وهي يعني من الناس اللي عندهم علاقات عسكرية أمنية على مستوى تجارة الأسلحة مع الخليج، مع المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، كما عنده أيضا علاقة مع إيران بالمنطقة. وبالتالي تنقول أنه فرنسا ما بقى لها وجود بلبنان وبالمنطقة مش صحيح، ولكن ما كان لها الوجود الكافي أنها تقدر تفرض المبادرة وأنها تنجح من خلال هذه المبادرة لإنقاذ البلد. يعني اليوم في ناس بتقول أنه الأرض، بيقولوا الأرض بعجولة، مين في على الأرض، شو في على الأرض. الحكم يبدو فرنسا ما كانت قادرة، مثل ما قلت، المفاوضات الإيرانية الأمريكية وضعها على لبنان انعكاسها. ماذا تنتظر إيران من هذه المفاوضات؟ إيران ماذا تنتظر؟ تحديد حدود نفوذها بالمنطقة بالعالم العربي، وبالتالي خرجت إيران عن حدودها الجغرافية من خلال تحالفها مع ميليشيات باليمن وبالعراق وبسوريا وبلبنان وحتى بداخل فلسطين. صحيح. هذا الخروج أمن لإيران شعاع وفضاء سياسي أكثر من ما هي يعني جغرافيا موجودة بالمنطقة. قدرت يكون في عندها حركة على المستوى الإسلامي، وقدرت يكون في عندها حركة على المستوى العربي، وقدرت يكون في عندها حركة على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، ولعبت ورقة الزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وقالت جملة للغرب: إذا بدكم استقرار بهذه المنطقة بدكم تحكوا معي أنا. وبتصور أنه نجحت باستدراج انتباه الغرب لهذا الموضوع، والغرب حساس على هذه الورقة، يعني حساس كتير على موضوع الأمن، على موضوع الاستقرار الأمني، ونجحت بهذا الاتجاه. هل فعلا سيكون لإيران مستقبل بالنفوذ بهذه المنطقة؟ أنا بتصور أنه هذه اللحظة مثل ما قلنا ببداية الحلقة معك بتشبه شوي اللحظة يعني من 100 سنة كان فيها إعادة ترتيب المنطقة. هل بتركب منطقة بدون السنة؟ أكيد لا، في مليار. هل بتركب المنطقة بدون أمن إسرائيل؟ كمان لا. هل بتركب المنطقة بدون تحديد حجم نفوذ إيران أو تركيا؟ كمان لا. بس هل تركب المنطقة بدون لبنان؟ يمكن، إذا اللبنانيين ما انتبهوا كيف لازم يفوتوا للحظة الحسم. صحيح. كيف لازم يفوتوا على 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 ملف إعادة ترتيب المنطقة ويقدموا نفسهم. إسرائيل مروان اليوم صديقة نص العرب، من هلأ لعشر سنوات بتصير صديقة كل العرب، وصديقة كل العرب عندها بور اسمه حيفا، عندها قطاع مصرفي قائم، عندها قطاع سياحي قائم. انك تعمد ابنك بكنيسة القيامة شغلي، انك تصلي بجامع الاقصى شغلي، عم نشوف شو عم بيصير اليوم. صحيح. انك انت تتحكم، انك انت تتعلم، انك انت تكلف شركة اعلانات اسرائيلية انها تسوق صورتك بالغرب او تصور صورتك بالولايات المتحدة، كمان موضوع عم تقدم حالة سيليكون فالي المنطقة، بينما انت فايت على العصر، بيروت بطلت على البحر، دمرة. مستشفاك على الأرض، عندك مستشفى، ما عندك قطاع المصرفي على الأرض، وهذا كله وهذا كله صار مش هيك يعني صدفة، هذا صار برأيي أنا بمحاولة وضع يد لأن يجعلوا من هذا البلد رماد
وأنهم يبنوا مصالح جديدة في هذا البلد على قواعد جديدة ومن خلال نفوذ سياسي بلبنان وبالمنطقة جديد. يعني إلى ماذا تسعى يعني اليوم إدارة بايدن من خلال هذه المفاوضات؟ إيران عرفنا شو هدفها، شو بدها، شو ناطرة. اليوم إدارة الرئيس بايدن شو منتظرة؟ وقديش كان معقول يكون الفرق لو كان بعده ترامب رئيس الولايات المتحدة؟ أنا برأيي كان صار اتفاق مع الإيرانيين مع ترامب فورا، لأنه كان الملف جاهز وكان معروف شو الشروط المتبادلة. في ملفين بالموضوع الإيراني نحن ما نضيع المستمعين. صح. في ملف له علاقة بالملف النووي، هذا ما له انعكاس علينا. يعني إذا بكرة بفيينا صار في اتفاق أمريكي إيراني حول الملف النووي، ما له انعكاس علينا كلبنانيين. انعكاس بيصير بتحديد حجم الصواريخ الباليستية اللي إيران عندها إياها بالمنطقة، وبالتالي موضوع أمن إسرائيل، موضوع استخدام لبنان منصة لإطلاق هذه الصواريخ، استخدام جنوب سوريا منصة لإطلاق هذه الصواريخ. هيدي النقطة، هذا الملف متى وصل على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نحن يخشى بأن نكون على هذه الطاولة. وإذا ما كان عندنا الوزن الكافي إنه نحدد فعلا شو بدنا كلبنانيين، ندفع ثمن، ندفع ثمن ظرفي بدوم سنة سنتين عشرة ونرجع نوقف على إجرينا، بس أكيد بندفع ثمن. وبهذه اللحظة مش موجودين. يعني بالعشرين انوجدت الكنيسة المارونية، بالثلاثة وأربعين انوجدت أقلية مسيحية وأقلية مسلمة طالبوا بالاستقلال، بالثمانية وخمسين انوجد الجيش وفؤاد شهاب، بالخمس وسبعين انوجهت الجبهة اللبنانية بمواجهة منظمة التحرير، بالألفين وخمسة انوجدت 14 أذار. اليوم مين في بالبلد بيقدر يحافظ على هذا البلد وبيقدر يقول أنا صاحب أو أنا مؤتمن على مصالح اللبنانيين؟ ماني شايف. يعني كل الناس عم تحكي بعناوين تحت وطنية، كله بده يعمل انتخابات، كله عم بيشوف بالضيعة شو بده يصير، كله عم بيحاول انه يلتهي وعم حق. مقتنع دكتور سعيد انه معقول يكون في تسوية امريكية ايرانية على حساب لبنان؟ لا، في تسوية ايرانية امريكية على حساب كل العالم العربي، كل بس العالم العربي، مش بس على حساب لبنان. باللي بيعنينا نحن باللي بيعنينا نحن، تنقدر نخفف من ضربات هذه التسوية، علينا انه نعرف باي فريق بدنا نكون، مع اي فريق بدنا نكون بالمنطقة. أنا ماروني لبناني وعربي، في يكون مع الأتراك، في يكون مع الإيرانيين، في يكون مع الإسرائيليين، وين بدي روح؟ هيدا السؤال اللي بدي أسألك إياه هلا وناطرك عليه دكتور سعيد، لأنه كل ما رجعنا حكينا بهالموضوع بتتوجه لك أنت عطول يعني الانتقادات، ويعني شوي على العروبة، على غير العروبة، الانفتاح الخليجي المزعوم على سوريا وخاصة المملكة العربية السعودية يعني يدغدغ أحاسيس جماعة شكرا سوريا وخليجة حمد والمجموعات. هل لبنان سيلزم إلى آل الأسد مرة جديدة على غرار سنة 1990 إذا لم تستطع هذه الطبقة السياسية أن تقدم شيء للبنانيين؟ أو شيء أنا ما بدي بالغ، بدي أحكي بصدق، أو شيء ما بقى في شيء اسمه بشار الأسد. يعني مش قادر يحكم الشام إلا بشكل اصطناعي إلى جانبه الجيش الروسي وإلى جانبه الجيش الإيراني تيقدر يضل موجود مطرح ما هو موجود بسوريا. وبالتالي هذا الكائن الاصطناعي بالسياسي اللي مش قادر يحكم أصره ما قادر يحكم لبنان. وبالتالي حتى هذه الفكرة على جنب وما نرجع لها. هاي الوضعية القائمة، هاي الوضعية. هل سيكون نفوذ لإيران في لبنان؟ سيكون نفوذ لإيران في لبنان، وعلينا كلبنانيين إعادة بناء نفوذنا كلبنانيين تنوقف بوجه هذه الاندفاع الإيراني. وهذه الاندفاع الإيراني يعني خليني أقول لك بصدق، تخيل الاندفاع الناصري تفهم جمال عبد الناصر التركيب اللبناني وقبل يحط خيمة نصها بلبنان نصها بسوريا. هول الجماعة مش شايفين البلد، يعني ما شايفين إنه في تركيبة بالبلد، إنه في تنوع بلبنان، إنه في أسلوب عيش بلبنان، إنه في مصالح طوائف بلبنان، إنه في مصالح جماعات بلبنان، إنه هذا أو البلد بيشبههم وفقا لمصالحهم أو هذا البلد ما بده يكون موجود. دكتور سعد، أنت يعني موضوع الانفتاح السعودي على سوريا تعتبره وهم هلأ بالوقت الحاضر؟ لا لا لا، صار حصل حصل حصل، ولكن برأيي بدون معلومات وقفت الاندفاع. ورح أقول لك ليه. صدر بيان عن الخارجية الأمريكية نهار الأحد، نشر بالصحافة، ما سمعته بوسائل الإعلام اللبنانية. هذا البيان بيقول بأن وصف بيان الخارجية الأمريكية وصف بشار الأسد بالنظام المجرم،
وقال إنه ما في إمكانية لإعادة أعمار سوريا إلا من خلال تنفيذ قرار 2254، يعني أن تدخل سوريا في مرحلة انتقالية. حصل قبل وزارة الخارجية الأمريكية اجتماع الدول السبع بلندن على مستوى وزراء الخارجية، حط فكرة على أساس أنه يطلع من هذا المؤتمر جملة بتقول أنه ما رح نعترف مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية بسوريا. اللي اعترض وزير الخارجية الفرنسي أنه لا، ما بقى نروح على قد بعيد، هذا تدخل بالشؤون الداخلية السورية. استبدلت هذه الجملة بجملة توافقية بين السبعة بتقول أنه لا إمكانية أن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة أعمار سوريا إلا إذا سوريا دخلت بمرحلة انتقالية سياسية. إذن دكتور سعد، يعني بتعتبر هذا الشيء أبدا يعني منه مؤثر بالسياسة اللبنانية حاليا، وضع سوريا وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أو انفتاحها على مجلس التعاون؟ استبدل النفوذ السوري بلبنان بنفوذ إيراني بلبنان بحكم وجود سلاح حزب الله وبحكم ارتباط هذا السلاح بقوة إقليمية اسمها إيران، عم بتفاوض اليوم الولايات المتحدة وعم بتحاول تحدد نفوذها بالعالم العربي ومن ضمنه لبنان. والمسيء بهذا الموضوع هو بأنه ما في قدرة لبنانية ولا رغبة لبنانية لمواجهة هذه الاندفاع الإيرانية عند كل الطوائف. والمسؤولية الكبرى، يعني إذا كان خليني أقول إخراج الجيش السوري من لبنان مسؤولية وطنية، بس كان اختصاص ماروني صحيح. اليوم رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان هي مسؤولية وطنية مشتركة، بس برأيي اختصاص سني، وبهذا الموضوع في تقصير كبير، وبهذا الموضوع ما في يعني خليني أقول وعي كافي وطني من أجل خلق منصة وطنية يكونوا موجودين فيها السنة بشكل وازن للمطالبة برفع هذا الاحتلال الإيراني عن لبنان. إذن يعني دكتور سعيد هون بقدر أفهم شغلي أنه ما يطلب ما يطالب به البطريرك الراعي من مؤتمر دولي لموضوع حياد لبنان ولتحييد لبنان وكل المطالب وخاصة موضوع السلاح الغير الشرعي لا يتحقق إلا إذا كان هناك بموازاة حديث البطرك ثقل سني يدفع بهذا الاتجاه. أنت ابن 14 أدار ابن الخيام، كان ظهر الجيش السوري من لبنان لو ما كان في معك بالخيام مسلمين؟ أكيد لا. وأنا برأيي ما راح يظهر الجيش الإيراني من لبنان وهذا الاحتلال إذا ما في منصة وطنية إسلامية مسيحية عابرة لكل الطوائف، ويلي عم يعملوا البطريرك صفير، وخلينا ننتبه على شيء، عفوا البطريرك الراعي، خلينا ننتبه على شيء، هي مسيرة أصلا طبعا يعني هذا الله يرحم صفير، اللي عم يعملوا البطريرك الراعي هو يعني عم بياخد أيضا كل الوسائل الكيف كفيلة لضمان هذه الشراكة مع المسلمين بلبنان. يعني عم بيقول اتفاق الطائف، عم بيقول اتفاق الطائف قطع المتحف صحيح، عم بيقول الدستور اللبناني، وعم بيقول الدستور اللبناني ما عم بيقول تغيير النظام، عم بيقول قرارات الشرعية الدولية، وعم بيقول قرارات الشرعية الدولية يعني العلاقة مع الغرب، وعم بيحكي باتفاق الطائف يعني بيحكي بعروبة لبنان والعلاقة مع العالم العربي. وبالتالي السردية اللي عم بيقدمها البطريرك الراعي هي سردية مد اليد، سردية الوصل مع الشريك الآخر حتى يأتي مع الشريك الآخر إلى هذه المرحلة، بدل ما أنه الشريك الآخر برأيي أنا يلاقيه وهو لقيه. يعني كل القيادات السنية طلعت على بكركي كلها بدون استثناء، يعني بدي أعدلك من رضوان السيد ل سعد الحريري لفؤاد السنيورة لتمام سلام لنجيب مئاتي لكل كتلة المستقبل، لأنه هذا المشنوء للكل طلعوا على بكركي. ولكن بعد ما في مع بكركي حالة وصل سياسي تقدر تحمل هذه الأمانة اللي عم بيقدمها البطريرك الراعي وهم مدعوين طبعا، إنه مع احترامي لكل المصالح، إذا بنعمل أو ما بنعمل رؤساء حكومة، إذا بنعمل أو ما بنعمل وزراء، اليوم الوضع اللي وصل له لبنان او بنحمل سوا عملية رفع الاحتلال الايراني عن لبنان، او كل واحد بده يشوف كيف بده يدبر حاله، لانه ما في امكانية انه يكمل الوضع كما هو عليه، انه كل واحد عم بيدبر مصالحه على حدة بمعزن عن مقاربة المشكلة الاساسية اللي اسمه الاحتلال الايراني للبنان. يعني اليوم نهار اللي بنحكي انه تكليف الرئيس الحريري كرئيس حكومي لانه عنده الاغلبية السنية وهذا حق له،
اليوم أيضا بملاقات البطريرك الراعي مفروض يكون الرئيس الحريري رأس حربي، وهذا يمكن لحد اليوم ما صار من أجل التوازنات واللعبة السياسية اللي بيطمح أن يكون فيها رئيس للحكومة. طبعا أظلم يعني السنة كمان مدعوين الطوائف الأخرى، لأنه إذا عم نقول رفع الاحتلال الإيراني هذه مسؤولية وطنية. كمان وليد جنبلاط بالجبل كمان عنده كمان مدعو يعني صحيح. وليد باك صحيح، يعني نحن بنعرف أنه بعت الوزير غازي العريضي على بكركي، بس وليد باك بيته بكركي، يعني بين المختارة وبين بكركي العلاقة هي علاقة عضوية مش علاقة ظرفية ولا علاقة انتخابية ولا علاقة سياسية. بأحلك ظروف الحرب الأهلية وما بعد ظروف الحرب الأهلية، بأحلك ظروف التهجير وما بعد ظروف التهجير، كان بين بكركي والمختارة علاقة. لا، نحن بدنا نشوف وليد باك ببكركي، بدنا نشوف مفتي جمهورية ببكركي، بدنا نشوف زعماء طرابلس ببكركي، بدنا نشوف وجه الشيعة ببكركي. اللي عم بتقوله بكركي اليوم ما عم بتقوله من أجل مصلحة المسيحيين في لبنان، عم تحكي من أجل مصلحة اللبنانيين ومن أجل تحرير الشرعية اللبنانية. طب استخدم جملة قال فيها تحرير الشرعية اللبنانية، طب شو يعني أوضح من هيك في كلام؟ إنه في وصاية على هذه، إنه في وصاية على هذه الشرعية. طب أنا بقدر شيل على وحدي إذا ما كنت أنا وياك، وإذا كانوا إذا كانت بكركي مع جميع اللبنانيين ستنتقل هذه المبادرة من مبادرة وطنية تتحول إلى مبادرة عربية، بتروح على مجلس التعاون، بتروح على الجامعة العربية، بتحملها الجامعة العربية كمبادرة عربية وبتروح فيها على الأمم المتحدة حتى تصبح مبادرة أيضا أممية ومبادرة دولية. نعم اللبنانيين عاجزين على أنهم يقعدوا مع بعضهم اليوم ويحلوا مشاكلهم، نحن وبدون خجل نستدعي تدخل الدول من الخارج من أجل أن يكون هناك مؤتمر دولي، مؤتمر أصدقاء لبنان في العالم لمساعدة اللبنانيين على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، الدستور اللبناني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعني 1559 و1680 و1701. بموضوع 1559 دكتور سعيد، أتعتقد وبكل صراحة أنه لو ما صدر هذا القرار بالرغم من الإجماع اللبناني اللي كان على موضوع الخروج السوري بعد استشهاد الرئيس الحريري كنا قدرنا أخرجنا السوري من لبنان؟ لا، بس واليوم اليوم الوضع ذاته تمام، بس لو كان 1559 بدون 14 أدار بالداخل ما كنا أخرجنا، يعني صار في تكامل، في بالفرنسي بيقولوا لا كومبليمنتاريتي، في تكامل بين الداخل والخارج، كان في مبادرة وطنية اسمها 14 أدار طبعا، كان في مبادرة وطنية اسمها 14 أدار، كان في تقاطع مصالح، نحن كنا عم نستفيد من الأوضاع الإقليمية والدولية، مش نحن جبنا جورج بوش على العراق وصار على حدود سوريا، مش نحن، إجا جورج بوش وشال صدام حسين وصار على حدود سوريا، إجا كولين باول زار بشار الأسد من بعد سقوط نظام البعث في العراق وقال له لبشار الأسد بدك تغير سلوكك بالمنطقة، ما غير سلوكه، صدر قرار 1559 وقالوا له احترم الدستور وما تمدد للرئيس لحود، مدد وفاروق الشرع آنذاك وزير خارجية النظام السوري شو بيقول؟ بيقول قرار 1559 قرار سخيف، استخدم كلمة سخيف، استخف بقرار مجلس الأمن، بعد 6 أشهر كان سوريا صارت برا. دكتور سعيد، سؤال ما بعرف إذا محرج، هل الاستياء السعودي الفرنسي من الرئيس الحريري هو يعني هو مفاده يعني عدم قدرة الرئيس الحريري أو عدم رغبة الرئيس الحريري على المواجهة وخاصة بموضوع حزب الله وسلاح حزب الله؟ رئيس الحريري بتصور أنه هلأ عم بيحاول يقول لنفسه وللآخرين أنه ليكوا السعودية عم بتحاول إيران، وبالتالي أنا وقت حاورت حزب الله كان معي على صواب، كنت على صواب. أنا بتصور أنه مصالح الدول غير مصالح الأشخاص والأفراد، يعني دولة مثل المملكة العربية السعودية عندها مصالح باليمن وبالعراق وبسوريا وبلبنان وبقلب المملكة العربية السعودية وبمصر وبرؤية المسلمين بالعالم، يعني كمان على يمينها في إسلاميين وعلى بيقولوا لها أنك أنت دولة إسلامية أندردوز، الأمريكان بيطلعوا فيها وبيقولوا لها أنت دولة إسلامية أوفردوز، صح. إيران عم بتحاول تنافسها على زعامة العالم الإسلامي إنه ليش المملكة العربية السعودية بدها تكون هي خادم الحرمين الشريفين، ليش ما بيكون في مسلمين غير عرب هن متوليين عملية تنظيم الحج على سبيل المثال في داخل المملكة العربية السعودية؟ وبالتالي مصالح هيك دول
إذا بدها تحاور إيران أو ما تحاور إيران، غير مصالح أفراد إذا بدي أعمل رئيس حكومة أو ما بدي أعمل رئيس حكومة، مع التقدير الكامل للرئيس الحريري. ولكن أنا بتصور بأنه ما في زعامة سنية حقيقية بالبلد اليوم إلا إذا كانت على تقاطع جيد مع المملكة العربية السعودية. والدعوة هو طبعا نتمنى من كل قلبنا أن تعود المياه إلى مجاريها بين الرئيس الحريري وبين المملكة العربية السعودية، وهذا بيعود لألهم مش لألنا نحن. بالملف الحكومي دكتور سعيد، متى يعني تشكل هذه الحكومة ويفك أثر هذه التشكيل؟ ما في حكومة أبدا من هلأ لآخر عهد الرئيس عون، ما في حكومة، ما في حكومة أبدا، ما في حكومة. والأسباب، أسباب أنه إيران لحد هلأ، إيران لحد هلأ مثل ورقة الحوثي، مثل ورقة الحشد الشعبي، مثل ورقة النظام السوري، بتمسك أيضا في يدها ورقة الحكومة بلبنان. ممكن إذا صارت بكرة يعني اتفاق بينه وبين الولايات المتحدة تصير، بس انه هلا ما في حكومة. وبتصور بتصور ان شاء الله انا اكون غلطان انه من هلا لاخر عهد الرئيس عون ما راح يكون في حكومة. ومعاناة الشعب وتعتيره، يعني الشعب عم بيدبر حاله، بصار بمعزل عن الدولة، يعني عم تيمن فيه على الدولة، بس تنزل عربيتنا بجورة على الطريق ونسب الدولة، بس ما بقى شي مرة منتكل على الدولة تتعطينا الدولة مصرياتنا بالضمان، او تتعطينا الدولة مصرياتنا من البنك، او تعطينا الدولة تأمن لنا حاجياتنا بالصحة. هذا الاتكال، أيوة، ولكن الإذلال دكتور سعيد اليوم وصل الى اوجه بموضوع المشتقات النفطية، موضوع البنزين، موضوع المازوت، موضوع الرغيف، موضوع الدجاج، موضوع اللحمة. اليوم في اشياء ما كنا نسمعها حتى بعز ايام الحرب، ما كنا طبعاً يعني نسمعها، اليوم عم بينزل الانسان كمان. بس انا عم لاحظ، ولسوء الحظ ملاحظتي يمكن تكون بمحلها، انه الامور المطلبيه ما بتنزل الناس على الساحه. يعني ولا مره كيلو الرز وتنكه البنزين وحليب الاولاد بنزل الناس على الشارع، بنزل الناس على الشارع دوافع سياسيه، دوافع طائفيه، دوافع اكبر من الدوافع المطلبيه. كنت عم بقرا وعم براجع حرب ال14، جعنا جدود نجاع، صحيح، نتيجة الحصار بالبحر ونتيجة الجراد جعنا. من قتل عسكري تركي، من ضرب سكين عسكري تركي بكل جبل لبنان، هاجروا الناس، راحوا بشراويلهم، ما كان في لا واتساب ولا انجليزي، حطوا هاللبادة على راسهم وراحوا بشراويلهم على الاكوادور والمكسيك، على الاكوادور وعلى المكسيك، وعملوا مصاري ورجعوا عمروا بيوت ارميد بضيعهم. صحيح، بس ولا مرة صار في اي انتفاضة شعبية نتيجة الجوع. المطالب بلبنان مع الانقسامات الطائفية اللي موجودة هي مطالب سياسية، جل الديب غير الانتفاضة اللي موجودة ببيروت، صحيح، يعني غير شيء سوسيولوجيا. يعني هم تعتبر الدكتور فارس انه الثورة اليوم والنقمة على هذه الطبقة السياسية كلها اصبحت في النفوس وفي القلوب، وستترجم في الانتخابات النيابية المقبلة؟ اولا لازم تحصل انتخابات، بغض النظر انا شخصيا ما بعتبرها انها مناسبة للتغيير، لأنه ما رح تحصل بهذا القانون تغيير، ولكن لازم تحصل انتخابات لأنه هذا استحقاق دستوري وهذا حق للبنانيين بتقرير مصيرهم. هلأ شو بيصير بالانتخابات نبقى منشوف بعدين. في نقمة؟ ايه في نقمة، أكيد في نقمة، بس في نقمة انقلابية؟ لا، ما في نقمة انقلابية. هل قد بتشوفها مش انقلابية؟ نقمي. يعني بعض الطوائف يعني موجودة عند إدارات السياسية بشكل أساسي. شو بدي الرأي العام الفلوتان يعني اللي بين اللي هو بيعمل الفرق كمان هذا دكتور سعيد، اللي هو بيعمل الفرق بموضوع الطبقة الوسطى اللي هيدي الانتخابات حاسة انه مصرياتها راحوا، بهيدي الانتخابات حاسة انه حالها انزلت، بهاي الانتخابات حاسة انه ولادها مش رح يتسجلوا بالمدارس والجامعات برا، وهيدي اللي حكينا عنها الطبقة الوسطى كانت الرافعة دائما للمحور اللي معتبر حلو اليوم هو محور ممانعة. صحيح، المعركة عليها، صحيح، معركة عليها ولها ايضا، يعني كمان اذا نجحت المعركه بتستنهض الطبقه الوسطى لانه بتكون عم تغير الطبقه السياسيه بلبنان. بس بصدق مروان مني شايف انه نتائج الانتخابات حتى ولو كانت مرضيه لنا ممكن تؤدي الى تغيير سياسي بظل الاحتلال الايراني بلبنان. نحن بتذكر اللبنانيين بالعام 2005 رغم دم الحريري على الارض ورغم اندفاع 14 اذار ما قدرنا نعمل انتخابات بموعدها إلا ما خضعنا إلى شروط التحالف الرباعي مع حزب الله. بالعام 2009 تقدرنا نعمل انتخابات، عملوا لنا 7 أيار قبل بسنة وجابوا قانون انتخابات اللي بدهم إياه وأخذونا على الدوحة وأخذوا التلت المعطل بالدوحة
وركبوا لوائح بالدوحة ونتائج انتخابية من الدوحة، وجابوا رئيس جمهورية بوقتها كمان كان ببداية عهده، بنهاية عهده كان غير شيء تماما، بس ببداية عهده ما كان خصم لحزب الله، حطوا كل هذه الضمانات بجيبتهم تسم، وكانوا ظنين انه رح يربحوا الانتخابات بال2009. صحيح، تخلونا نعمل انتخابات. امبارح تخلوك تعمل انتخابات، جابوا رئيس صافي لهم حطوه ببعبده، عملوا قانون انتخابات، المسيحي بينتخب مسيحي، المسلم بينتخب مسلم، حطوا النسبيه، دخلوا من خلالها على كل الطوائف. انت ما قدرت تدخل على الطائفه الشيعيه من خلال النسبيه، تقدرت تخلوك تعمل انتخابات. السنه ما بعرف شو بده يصير. انا لفت انتباهي بيان حركه امل امبارح يلي ممنوع منعا باتا الهمس بموضوع تأجيل الانتخابات النيابيه. انا برايي هيدي رساله من الرئيس بري، يمكن للرئيس عون، للرئيس عون مباشره. نعم. وبالتالي هل هناك بدايه تباين شيعي شيعي حول نظره الاداره السياسيه الشيعيه الممثله بالثنائي امل حزب الله تجاه الرئيس عون؟ هل فعلا الرئيس بري يتمتع بالقدره على أن يكون له وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر حزب الله بداخل الطائفة الشيعية؟ وهل فعلا رئيس نبيه بري مع الجو القائم بالبلد بأنه التقليد انتهى وأنه التقليد فاسد، عنده القدرة أن يكون في عنده حلفة بداخل الطوائف الأخرى لتشكيل جبهة وطنية في مواجهة الرئيس عون؟ بشك. دكتور سعد، من هون بدي فوت، وحضرتك قارئ جيد في موضوع الأزمات عند الأشخاص والمجموعات والأحزاب، من مأزوم اليوم في الانتخابات النيابية المقبلة؟ الثنائي الشيعي طبعا لا، ما عندوش مشكلة. من المأزوم؟ الثنائي الشيعي ما عنده مشكلة لأنه بفضل السلاح، طالما السلاح موجود، طالما ما فيش أزمات انتخابية. وأكثر من هيك في خوف، يعني أنا إذا كنت حزب الله عم بتوجه لطيفتي بخطاب الخوف، عم بقول العالم كله بده راسنا، الطوائف الثانية عم بيشوفونا بعين القلق، نحن حاربنا بسوريا وعنا أعداء، حاربنا بإسرائيل، بالعراق، باليمن وعنا أعداء، CIA بده راسنا، الأمريكان بدهم راسنا، الموساد بده راسنا، إذا ما ضبينا على بعضنا رح نكون ضعاف، وبالتالي يا غيرة الدين. وهيدا كلام نحن عشناه كمسيحيين بمرحلة من المراحل. صحيح. وكان عاطي نتيجة، يعني هيدا كلام حسم الرئيس المؤسس الشيخ بيير جميل بخطاب بهمين تجبال بالعام 80، بيعلن بأنه حزب الكتائب عنده 110,000 بطاقة، يعني تنظم 110,000 مسيحي بحزب الكتائب بالعام 1980. إذا كانت الطائفة أنا ذاك بمليون، 110,000 بطاقة ضرب البطاقة بثلاثة، يعني 30% من الموارنة كانوا كتائب بـ80. صحيح. يعني هيدا الاستنساخ شفناه، يعني وبالتالي من الطبيعي أنه يكون هيك. بالحالة السنية في شرزنة، ولكن النموذج بيختلف تمام، والفكرة بتختلف، وبعدين المنطلق بيختلف، يعني بكل شيء. مهم عند بالطائف السنية لا، يعني الوضع مختلف تماما، يعني في مشاع سياسي، وفي كل واحد عم بيحاول يحط ايده على هذا المشاع السياسي ويقول انا الراعي فيه، وانا عم بحاول اني حدد موقعي بهذا المشاع، لانه بعد ما في فكرة. يعني إذا كان اختزال الطائفي بفكرة الوصول إلى السلطة من خلال رئاسة الحكومة ما بتوحد، بينما إذا عم تقول رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، برأيي أنا اللي بيحمل هذا الشعار، اللي بيحمل هذا العنوان، عنده القدرة إذا تواصل مع الطوائف الأخرى على أن يحسم المعركة بداخل الطائفة السنية. عند المسيحيين، سؤال قبل ما نفوت عند المسيحيين، دكتور سعيد، هل تعتبر أن حركة يعني السيد بهاء الحريري هي حركة منظمة أو عفوية أو كيدية أو حركة سياسية داخل الطائفة السنية؟ أنا برأيي بهاء الحريري وغير بهاء الحريري ما كان ممكن أنه يكون لهم وجود أو صوت أو رغبة للحضور لو في لو يعني الغياب، طبيعة تكره الغياب. صحيح. وبالتالي لو في فعلا قدرة سياسية بداخل الطائفة السنية لطرح أطروحة سردية سياسية مقنعة، ما كان بيفرخ على يمين وعلى يسار تيار المستقبل ناس عم بتقول أنا عندي الأحقية إني أحكي، بغض النظر عن يعني إذا نحن معهم ولا منا معهم.
وخاصة عم بدأ بملفات تدغدغ اليوم الطائفة السنية، وخاصة بموضوع يعني إيران والزحف الإيراني إلى لبنان والسلاح الغير الشرعي. تمام. عند المسيحيين وضع مختلف تماما، جربوا كل شيء. يعني ذروة التجربة كانت أنه منجمع أربع زعماء بالكنيسة ومنقول إذا توحدنا منصير قوية، وإذا صرنا قوية منحدد علاقاتنا نحن والمسلمين بشكل أفضل على قاعدة موازين قوة بتأمن أرجحية لأننا ما زبطت، وبالتالي بدنا نرجع نحن كمسيحيين على عقلنا، بدنا نرجع نقول يلي بيرجعنا على طاولة المفاوضة، يلي بيرجع قلب يسوع يتنافس مع الرسول الأعظم، يلي بيرجع اليسوعية تتنافس مع أي جامعة أخرى، يلي بيرجع قطاعك المصرفي وسبب وجودك بالمرفأ وبالتجارة وبالسياحة وبالاستشفاء وبالعلم وبالثقافة وبالعلاقات العربية والعلاقات الدولية هو خطابنا السياسي. إذن إعادة بناء لبنان هو على عاتق المسيحيين والموارنة بالأخص. أنا بعتبره هذا اختصاص دائم، وهذه أماني دائمة. صفير كان الله يرحمه يقول البطرك صفير، وجد الموارنة من أجل لبنان ولم نجد لبنان من أجل الموارنة. يعني لبنان من وجد من أجل الموارنة، نوجدوا الموارنة من أجل لبنان. إذا زعلوا السنة من لبنان وراحوا على السعودية لازم نرجعهم على لبنان، وإذا زعلوا الشيعة من لبنان وراحوا على إيران لازم نرجعهم على لبنان. ونحن ما لازم نستنسخ تجارب الآخرين. مش صحيح إذا عملنا إدارة سياسية مؤلفة من حزبين بالوسط المسيحي عنا القدرة أنه نأمن مصالح الطائفة من خلال هذه الإدارة. طب عملنا إدارة سياسية بالعام 2018، انتخبوا المسيحيين حزبين كبار، القوات والرئيس عون والتيار الوطني الحر، وشكلوا 70% نحن المستقلين وحزب الكتائب ما شكلنا بال 2018 أكثر من 30% من المسيحيين. شيك؟ طيب هالإدارة السياسية اللي تشكلت بالعام 2018 ما شفناها بالمرض بالكوفيد 19، ما شفناها بانهيار القطاع المصرفي، وما شفناها بتأمين مصالح المسيحيين لدى الجمهورية اللبنانية بلحظة من اللحظات. وبالتالي علينا، نعم علينا أن نتمتع بالشجاعة الكافية أنه نعيد النظر بتجربتنا ونشوف شو السردية اللي لازم نحملها، شو الأمانة اللي لازم نحملها تنرجع على طاولة المفاوضة بالداخل وبالعالم العربي وبالخارج. رح انهي لك بالكتائب دكتور سعيد، كيف ترى واليوم وحضرتك كنت يعني سعيد ب أداء حزب الكتائب منذ يعني خروجه من حكومة الرئيس تمام سلام، منذ أن أخذ خيار المعارضة والعمل الصادق الذي يعني تحلى به المكتب السياسي وطبعا بتوجيهات الرئيس الجمهوري. هل الكتائب اليوم متصالحة مع ذاتها كما تراها اليوم فارس سعيد؟ أولا أنا إلى جانب الكتائب السياسي، وسأكون إلى جانب الكتائب في الانتخابات، وسأستمر إلى جانب الكتائب. أطلب من الكتائب ومن الرئيس الشاب الشيخ سامي جميل أن يتحرر من ما يسمى المعارك الجانبية التحت وطنية. وجدت الكتائب من أجل لبنان، ما منقدر نواجه أبو عمار ومنظمة التحرير، حافظ الأسد ووضع يد سوريا على لبنان، وما يكون عنواننا اليوم الأساسي هو الاحتلال الإيراني للبنان، وأن نخوض هذه المعركة بالشراكة مع المسلمين، وأن نبحث مع كل القوى أكانت قوى شابة أو قوى تقليدية لإعادة بناء لبنان على القواعد اللي نحن ارتضيناها، وثيقة الوفاق الوطني، الدستور اللبناني وقرارات الشرعية. وهذا اللي عم بيصير دكتور سعيد. شكرا لك على هذه الحلقة الشيقة من منشات المساء، والشكر أيضا للمستمعين ولجوزيف كريم الذي كان على التنفيذ. كان معكم من وراء الميكروفون مروان الدوم. شكرا.